جزيلا لك. ترفع إيران درجة التخصيب تخصيب اليورانيوم إلى 60%، والحجة المعلنة هي استخدامه لأغراض العلاج الطبي، لكن ما كان الخطوة وزمانها يحيلان فورا إلى ما قد يوصف بالعلاج السياسي لأزمة دولية معقدة. مكان التخصيب هو منشأة نطنز التي تعرضت لهجوم قبل أيام، يقول الإيرانيون بأنه إسرائيلي. أما الزمان فهو زمان المفاوضات التي بدت مبشرة في فيينا لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الاتفاق النووي. تداعيات كل ذلك هي ما نحاول أن نراجعه في للخبر بقية، فكونوا معنا. أهلا بكم. أجواء التفاؤل التي سادت مع بدء محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي سريعا ما استبدلت بنبرة توجس وقلق عكستها تصريحات المشاركين في التفاوض مع إعلان إيران رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. هذه الخطوة التي تضعها إيران في إطار الرد على الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، يرى الأوروبيون والأمريكيون أنه يشوش على مساعي التفاوض الجارية ويفاقم العقبات أمام فرص العودة للاتفاق النووي. في هذا السياق نتساءل عن الدوافع الكامنة وراء اتخاذ إيران هذه الخطوة في هذا الوقت من عمر المباحثات في فيينا. كيف سينعكس رفع التخصيب على فرص نجاح تلك المباحثات؟ هل في اتجاه التسريع في الوصول للاتفاق أو في منح إعلان الفشل؟ من التهديد إلى التنفيذ تخطو إيران، شيئا فشيئا تقترب من المنطقة المحظورة ويومض عداد الخطر. في هذه المستودعات الآن بضع جرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. الخبر الذي أعلنه المسؤولون الإيرانيون للعالم في صيغة البشرى مبتدأ تعقيدات كثيرة قد تتعثر في خضمها مباحثات وإنقاذ الاتفاق النووي الصعبة في فيينا. هكذا يبدو أن الإيرانيين يقولون لخصومهم إنهم يفاوضون وينتقمون في آن، يظهرون اللين في السياسة ويجاوزون السقوف في المخابر والمفاعلات حين تستهدف بالهجمات. لكن يسأل كثيرون، هل رفع التخصيب هذا رد فعل متسرع أم خطوة محسوبة؟ تصريحات المسؤولين الإيرانيين تشير أن طهران وهي تدبر ملف الاتفاق النووي اختارت أن تشق طريقها لمسارين وبسرعتين، مسلك هادئ يفاوض ويناور، العقدة والحل فيه العقوبات إن رفعت انفكت الأزمة وإن استمرت استشكلت، مسار آخر نووي يتصارع فيه التخصيب والوعيد وعبره تتحقق المكاسب والمطالب. ترجمة هذا التحليل على مداخل التفاوض هذه أن إيران باحثة عن قوة دافعة لتصل المفاوضات لخواتيم ناشزة، فطهران لا تريد مفاوضات إلى ما لا نهاية. هنا على الجهة المقابلة، بعد أن استجد الأخطر، يقول مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المحادثات الآن معلقة وعالقة عند تقدير المتفاوضين لأثر ما فعله الإيرانيون. يقدر كثيرون أن لا أحد يريد أن يفشل، ولا يفعل أي من هؤلاء الكثير لأجل النجاح. يدرك الإيرانيون والأمريكيون والأوروبيون أنه كلما تأخر الوقت دون حل، كلما تعاظم الضغط. فللاتفاق النووي كارهون كثر في الإقليم، أكثرهم قلقا تل أبيب. تبدو المفاوضات في فيينا إصرارا أمريكيا على معاندة رغبة إسرائيلية تمانع إحياء أي اتفاق. البديل عن التفاوض في رأي إسرائيل مواجهة إيران. لا تقتنع واشنطن بتلك الرؤية، فنسب الاتفاق قد يعني أيضا الحرب التي لا تعني أمريكا كثيرا ولا تشغلها الآن. وينضم إلينا من طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن توماس كاونتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحظر انتشار الأسلحة النووية سابقا ورئيس جمعية الحد من التسلح.
وأيضا دكتور محجوب الزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك سيد أفقهي بالسؤال: على من ترد إيران حين ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؟ هل هذه الخطوة تأتي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخوض معها مفاوضات غير مباشرة مع فيينا، أم هي رد على إسرائيل المتهمة إيرانيا بالتفجير الأخير في نطنز؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هو رد على الاثنين. أولا، أمريكا والاتحاد الأوروبي لم يندد بهذه العملية الإرهابية التي كانت أن تودي إلى كارثة إنسانية لا سمح الله لو تسرب الغاز من هذه الأجهزة التي توقفت عن العمل بسبب تفجير المحطة الكهربائية. والتماهي الأمريكي والإسرائيلي في لقاء نتنياهو مع وزير الدفاع الأمريكي كأنه بارك له هذه الخطوة، وكانوا يتوقعون ست فرح من خلال هذا التفجير الإرهابي ستذهب إيران خالية الوفاض على طاولة المفاوضات وستخضع لكل الإملاءات الأمريكية، في حين أنه إيران فاجأتهم بالضربة القاضية من أنه نحن نتوقع مثل هذه العمليات الإرهابية لأنها ليست أول مرة، وخصوصا تأتي في خضم المفاوضات الحساسة والدقيقة لاسترجاع إيران حقوقها بعد أن خرج الأمريكي وفرض عقوبات الحد الأقصى، وتماهى الأوروبي مع هؤلاء ومع كل الأسف يعني لا يريدون أن يعطون إيران حقوقها. إذن الرسالة موجهة للأمريكيين من جهة والإسرائيل من جهة أخرى. هذه النقطة ربما تحتاج إلى توضيح سيد أفقهي. إذا كانت إيران تتهم إسرائيل بتفجير نطنز على أساس أن إسرائيل تستدرج إيران برد ربما يعرقل الآن الاتفاق النووي والملف النووي برمته، لماذا تتصرف إيران وكأنها تريد تحقيق هذا الهدف؟ لماذا تكدر وتبدد الأجواء الإيجابية التي يعني أعقبت الجولة الأولى من المفاوضات في فيينا؟ يعني أنا في تصوري لحد الآن ليس هناك أجواء إيجابية حسب ما نسمعه من تصريحات المسؤولين الأمريكيين ومن التصرفات الغير منطقية للأوروبيين عندما أدرجوا أسماء 8 شخصيات عسكرية بحجة عدم رعاية حقوق الإنسان في إيران في هذا الوقت الحساس. إذن لو كان التوجه حقيقة هو لحلحلة هذا الملف لما كان قاموا بهذه التصرفات الاستفزازية والتصريحات المخيبة للأمل، كذلك ما صرح به السيد عراقتشي عندما قال إذا استمرت هذه المفاوضات من أجل التفاوض وليس من أجل الحل بالتسويف والمراوغة سنترك طاولة المفاوضات. سيد كونتريمان، وفق المنطق الإيراني المعلن إسرائيل متهمة بالسعي إلى افتعال توتر يعيق جهود الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران في التوصل إلى اتفاق أو إعادتهم إلى اتفاق نووي، يعني وطهران تربط بصراحة الآن هذه الخطوة بما حصل في التفجير الحاصل في منشأة نطنز الأخير، كيف يبدو كل ذلك الآن في نظر واشنطن؟ يمكنني أن أقول لك فقط كيف أنظر إليها أنا. لا يوجد أي تبرير للتخصيب بنسبة 60%، لا يوجد أي سبب اقتصادي أو فني أو غيره من الأسباب، وليس هنالك أي شيء سوى السياسات الداخلية في إيران لأنها تجبرهم على الرد على العمل التخريبي في نطنز. لا يوجد أي شك بأن من خرب هذا الأمر يريد من إيران أن ترد ردا مبالغا فيه، وإلى ذلك الحد أعتقد أن إيران تقع مباشرة في أيدي من ارتكب هذا العمل. إذا كانت إسرائيل كما يبدو فإن السيد نتنياهو لن يفضل أي شيء من إيران سوى أن تبالغ برد فعلها وتنهي المباحثات في فيينا. ضيفي قبل قليل، وإيران بشكل عام تقول بأن يعني هذا هو الرد على إسرائيل بسبب التفجير الأخير في نطنز، والسؤال هنا لماذا لا تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية
موقفا من المساعي الإسرائيلية فعلا لعرقلة جهودها في طريق التسوية ما بينها وبين إيران. أعتقد أن السبب هو نفسه، وهو أن إيران لا تنتقد في العلن أي فعل سيء من طرف حزب الله أو الرئيس الأسد. إذا كان عندك حليف فإنك تعبر له بوضوح وبخصوصية وليس أمام العلن، تعبر له عن عدم رضاك بهذا العمل التخريبي، وأتوقع أن الحكومة الأمريكية قد قامت بذلك. ليست كل الدبلوماسية من الأعمال التي تعرض في الصحف أو التلفاز. دكتور محجوب الزويري، ما رأيك؟ ما الذي أرادته طهران من هذه الخطوة فعلا؟ الحقيقة أن إيران بين خيارين أحلاهما مر. هنالك العملية الرابعة التي تستهدف مفاعل نتنز في ظرف ربما أقل من عامين، وكل العمليات هذه كانت عمليات بكل معاني الكلمة ضربات معد لها بشكل جيد، وتجاوزت الخطوط الحمراء في أمرين. لذلك إيران أمامها خيارين، إما أن تحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الداخلي، أو أن تقوم بعمل يمكن أن يغضب المجتمع الدولي وما أسميه أنا المحافظة على النظام. وبالتالي ما يحصل الآن عمليا أن إيران بالذهاب إلى التخصيب 60% هي ذهبت إلى الخيار بين الخيارين، بين محاولة كسب ماء الوجه أمام الرأي العام الداخلي، وفي نفس الوقت محاولة عدم الاصطدام مع المجتمع الدولي باعتبار أن المفاوضات نزلت مستمرة. والأهم برأيي فرح هو التركيز على ما يجري الآن. ما يجري الآن رغم الضوضاء السياسية في التصريحات، هنالك عمل حثيث بين الخبراء، وهذا ما يجب الالتفات إليه. الخبراء من كل الأطراف سواء كانت إيران أو الـ5+1 لازالت تعمل، وهذا يعني أن ما حصل في نتنز لم يؤثر لا على القرار الإيراني ولا على القرار الأمريكي والأوروبي في تخفيض مستوى التفاوض والنقاش، والكل ماض إلى ما قد بعد ذلك. هذا التصعيد، ألا تخشى إيران بأنه يمكن أن يضيف مزيدا من التعقيد على فرص إحراز تقدم في المفاوضات في فيينا؟ هذه العملية بالنسبة لإيران هي جزء فهمها له أن هذا محاولة لوضعها في الزاوية ووضع ضغوط عليها لتعقيد المشهد التفاوضي، وهي تريد أن تفوض ذلك على الطرف الذي قام بذلك. الشيء الملفت أيضا هو أنه الطرف الأمريكي والطرف الأوروبي يقوم بتمثيل دور المغشي عليه، يعني يريدون أن يبرروا إسرائيل مما فعلت حتى لا يعطلوا أيضا التفاوض، ربما مع علمهم. كل ما يجري الآن عمليا هو محاولة إسرائيل ماضية في تعطيل البرنامج النووي الإيراني. هذه حقيقة يجب أن لا تغفل. إيران إسرائيل ماضية بقدراتها الخفية بقدراتها الاستخبارية على استهداف البرنامج النووي الإيراني. ويكفي أن أشير بالرقم، منذ العام 2010 حتى اليوم استهدفت المنشآت النووية الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 30 مرة، وقتل حوالي 10 علماء إيرانيين مش لهم علاقة بالبرنامج النووي. بعبارة أخرى إسرائيل تقول فاوضوا ما شئتم، توافقوا على ما شئتم، هي ماضية في خفض قدرات إيران النووية بطريقتها الخاصة، ومقتنعة ومسرورة بل ومنتشية من حالة التمثيل الأوروبي والأمريكي من دور المغشي عليه، وأنهم لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا. سيد أفقهي، عندما تقول إدارة بايدن بأنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق والإلغاء كل العقوبات على إيران المرتبطة بهذا الاتفاق، ما الذي يبقى فعلا لإيران من حجج حقيقية وواضحة يعني كي توافق فعلا إلى العودة الآن إلى الاتفاق النووي؟ ولماذا تصر على أن الاقتراحات الأمريكية هذه هي اقتراحات مسيئة وأيضا لا يمكن النظر فيها كما قال المرشد الإيراني؟ يعني نحن خبرنا الأمريكيين أنهم يخادعون الشعوب وينهبون ثرواتنا ولا يعطونا شيئا. تصوري أن الاتفاق النووي هو كان وثيقة دولية وليست وثيقة بيننا وبين الأمريكيين، وخرجوا وفرضوا كل هذه العقوبات
ولم يعطونا شيئا، وتماهى الأوروبي وكأنه يكمل الدور الأمريكي من أنه نحن تهددنا أمريكا لو أردنا أن نعطيكم حقوقكم حسب ما وقعنا عليه في الاتفاق النووي. وكذلك وعدوا إيران بأنه لا تخرج إيران ولا تخرق الاتفاق النووي، ونحن سنعوض الخسائر التي لحقت بإيران جراء الخروج الإحادي وفرض العقوبات الحد الأقصى على إيران. ولكننا الآن أمام إدارة جديدة، لماذا نحن نثق بأمريكا بعد كل هذا المسار؟ الإدارة السابقة إدارة ترامب أخطأت بالخروج والانسحاب من الاتفاق النووي. لا 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 ست فرح، اسمحي لي عفوا من فضلك. شوفي، هذا الاتفاق تم في زمن السيد أوباما وليس في زمن ترامب. ترامب صحيح مزق الاتفاق وفرض العقوبات القصوى، ولكن هذا الاتفاق وقع عام 2015 عندما كان السيد أوباما وكان السيد بايدن معاونه، وكل المفاوضات تمت على فريق الديمقراطيين وليس الجمهوريين. فمن هنا وضع سماحة الإمام الخامنئي خارطة الطريق، قال لو كان للأمم المتحدة، لو كان لمجلس الأمن، لو كان لوكالة الطاقة الذرية، لو كان لمحكمة الدول العدل الدولية أن تردع أمريكا من الخروج وتمزيق الاتفاق وفرض عقوبات لفعلت. إذن ما هو الحل؟ نحن نقول الحل منطقي جدا، يجب أن ترفع العقوبات، ونحن نتثبت ونتوفق نصدق أنه حقيقة على الأرض رفعت العقوبات، ومن ثم نرجع إلى الاتفاق النووي والالتزام بكل بنوده. نحن الآن أمام إدارة بايدن التي نسمع تقول سوى تسجيل من مواقف وكلام جميل من الاتفاق. لا فرق بايدن ولا غير بايدن، كلهم ماذا تريد كلهم إيران من الولايات المتحدة؟ هل تريد يعني تسليما كاملا ومسبقا بكل شروطها؟ هل تتوقع فعلا إيران من الولايات المتحدة يعني انهزاما ربما أو تنازلا أمريكيا بهذا الحجم؟ يعني هم الذين تركوا طاولة المفاوضات، هم الذين فرضوا العقوبات، فلماذا تتراجع إيران عن حقها؟ وهذه حقوق شعبنا، يعني ليست حقوق شخص رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير خارجي يروح يفاوض على حقوق شعبه. هذه حقوق ربما يعني تضر بالاقتصاد الإيراني واستمرت، والآن بايدن مع كل أسف هو ورث عقوبات غير شرعية، والآن يمارس الحد الدبلوماسي الأقصى، يعني الدبلوماسية القصوى، فلا يريدون أن يعطونا شيئا. نحن نقول لو كنتم تريدون بجرد قلم، كما رجعتم إلى اتفاق باريس، كما رفعتم الحظر عن المدعى العام، كما رجعتم اتفاق يعني منظمة الصحة الدولية، نحن نقول إذا حقيقة كانت هناك إرادة لرفعتم العقوبات بليلة وجرد قلم. دعني أنقل هذه النقطة للسيد كاونتريمان. فعلا سيد كاونتريمان، ما الذي يمنع إدارة الرئيس بايدن الآن من المبادرة لاتخاذ قرار صريح وواضح بما أنها اعترفت بأنه خطأ إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي؟ أعتقد أن جزءا مما تسمعينه الآن هو الاختلاف بين التلفاز والدبلوماسية. هنالك الكثير من الشكاوي في إيران، والعديد من هذه الشكايات مبررة، ولكن إذا نظرنا إلى كل هذه الشكاوي من طرفهم فهذا ليس أمرا دبلوماسيا. إن العمل الجاد يقوم به الدبلوماسيون الأمريكيون والإيرانيون، وهو أن يتخذوا قرارات لتحديد العقوبات المحددة التي يجب أن ترفع، ومنها العقوبات المفروضة على الأفراد والمنظمات في إيران، بعضها مرتبطة تماما بالاتفاقية النووية وبعضها منفصلة تماما على الاتفاقية النووية، والعديد منها هي بين هذين الصنفين، وهذه هي النقاشات الفنية الصعبة التي يقومون بها الآن. ولذلك أعتقد أن الإدارة قد كانت واضحة، لم تكن واضحة كما أفضل أنا ربما، ولكن كانت واضحة في عرض نيتها بأنها تريد أن تعود إلى الاتفاقية النووية، ولكن تفاصيل تحديدا ما هي العقوبات التي سوف ترفع هو الجزء الصعب في المباحثات، ولن يحل هذا الأمر بالخطابات على التلفاز. يعني نحن نبقى هنا في العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. لماذا لا يعني تقوم أمريكا الآن برفعها فعلا وتصبح الكرة في ملعب إيران لتعود بالتالي هي الآن إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
أعتقد أن هنالك سببا سياسيا جيدا لعقد هذه المباحثات بصورة سرية. أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تهاجمها المعارضة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم بعض الأعضاء الموجودين في حزب الرئيس نفسه، ولذلك نريد أن يكون الخبراء يعملون بصورة حيادية وألا نعطي لهؤلاء السياسيين هدفا جديدا كل يوم. نريد أن نصل إلى الاتفاقية الشاملة وإلى الاتفاقية بخطوة واحدة التي تبحث عنها إيران في فيينا، وهنا نريد أن نرى قائمة واضحة للأفعال الأمريكية وقائمة واضحة للأفعال الإيرانية، بحيث ينتقل كلا البلدين من خرق هذه الاتفاقية إلى الالتزام بها. الوصول إلى الاتفاقية الشاملة يجعلني أسألك عن حسابات إدارة بايدن داخليا، وبالتحديد فيما يتعلق هنا بحاجته إلى تسويق أي اتفاق محتمل لدى الكونغرس مثلا بديمقراطيه وأيضا بجمهوريه. يعني هل يخشى بايدن من أن إعلان العودة الآن إلى اتفاق مع إيران وبدون شروط يمكن أن يعرضه لانتقادات؟ هذه القضية قضية معقدة، وهذه متعلقة بدور الكونغرس في تنفيذ الاتفاقية النووية. هنالك جزء من التشريعات التي مررت في 2014 قبل الاتفاقية التي تعطي الكونغرس الحق لمراجعة الاتفاقية، وليس الحق في إيقاف هذه الاتفاقية إلا إذا كان هنالك تصويت بأغلبية الثلثين. ومن الواضح جدا أنه لا يوجد التصويت بأغلبية الثلثين ضد الاتفاقية، والأغلبية في الكونغرس تدعم العودة إلى هذه الاتفاقية، وقد يكون الأمر أن هنالك أغلبية قليلة في الكونغرس ترفض العودة إلى الاتفاقية. ومرة أخرى لا يوجد أي فائدة للرئيس إذا اتخذ إجراءات لا تكون كاملة بل تصل إلى منتصف الطريق، لأنه سوف يواجه مشاكل كل يوم، ولذلك فإن أفضل رهان بالنسبة له هو أن يستمر بالعمل بنية حسنة بدون التهديدات العامة للوصول إلى اتفاقية شاملة تنهي الانتهاكات للاتفاقية من طرف إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلن دكتور محجوب الزويري هنا السؤال على ماذا تراهن إيران في تصلبها إذا جاز لدي للتعبير بذلك، ونحن نرى الآن بأنها تخفق مرة تلو أخرى في حماية منشآتها النووية وفي حماية أيضا علمائها النوويين، والتي تتهم إسرائيل أيضا بالعمل ضدها. ما أسميته فرح بالتصلب أو تشدد الموقف الإيراني مستند إلى أمرين. أولا فكرة الاستهداف والضحية مفيدة سياسيا وتعزز من صلابة النظام داخليا وتعزز من دعمه داخليا وحتى من مستنديه في الخارج، وبالتالي أن يكون مستهدفا من إسرائيل ومن أمريكا فكرة ليست سيئة، يمكن توظيفها سياسيا. لكن باعتقادي بيت القصيد الأساسي والذي لا يتم الحديث عنه ويشار ذكر ضيفك من واشنطن عن الاتفاق الجديد، بيت القصيد بالاتفاق الجديد هو موضوع الدور الإقليمي لإيران. هذا هو الذي يعقد المسألة، وليست فقط العقوبات السابقة وعودة إيران عما قامته من عدم الالتزام. بيت القصيد الآن أن الرئيس بايدن لا يختلف كثيرا عن ترامب في ضرورة إدخال موضوع الدور الإقليمي لإيران والأنظمة ونظام الصاروخي إلى جوهر الاتفاق الجديد، وهذا ما يؤيده فيه الرئيس الفرنسي ودول أوروبية أخرى. هذا الذي يزيد الأمر تعقيدا، والذي لم يرد له أن يخرج للإعلام خلال أيام التفاوض السابقة. الاتفاق الجديد أو ما يسمى بالاتفاق النووي رقم 2 المراد له أن يكون مختلفا، وليست فقط العودة أنه نحن نرفع العقوبات كما فعلنا كولايات متحدة عام 2000 وأواخر 2015 أو عفوا بداية 2016، وأنتم كإيرانيين تلتزمون بمجموعة من الأمور. القضية الآن أن الإيرانيين قلقين من قضية ما هو التعريف الدور الإقليمي الذي يراد له أن يتم مناقشته، وما الذي يتحكم في هذا الأمر. هذا الأمر باعتقادي يزيد
التفاوض تعقيدا ويجعل الأطراف كلها متشددة. ليست الموضوع فقط العودة عن الالتزام وفقط رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة. هذا فيما يتعلق بالمفاوضات، ماذا عما يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني؟ تعرف دكتور محزوب الزويري، يعني الانتخابات الإيرانية ستقام بعد شهرين من الآن، وهنا السؤال، يعني ما الضغط الذي يمكن أن يشكله ذلك على جميع الأطراف؟ بعبارة أخرى، هل تتوقع أن لدى كل الأطراف هنا مخاوف معينة، خشية معينة بأن يعني تأتي هذه الانتخابات وربما إدارة إيرانية غير متحمسة ببساطة لهذا الملف والعودة إلى هذا الاتفاق؟ دعيني أوضح، هذا سؤال جميل، دعيني أوضح أمرين في هذا السياق. الإدارة الديمقراطية تتبع تماما نهج باراك أوباما في أن صاحب القرار أو المؤسسة الإيرانية الرسمية يرأسها المرشد، وبأن الرئيس لن يكون له دورا حاسما فيما يتعلق في تغيير المسار الانتخابي. لذلك الطرف الذي يريد تحقيق تقدم قبل الانتخابات ويريد أن يجني بعض المكتسبات حقيقة هو الحكومة الإيرانية والنظام السياسي في إيران. يريد ذلك لأمرين: أولا محاولة الخروج أو تفريج الهم فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، ومحاولة تغيير الوضع الاقتصادي السيء حتى لو لمدة شهرين، هذا سيضاعف أو سيزيد من نسبة الناخبين، وهذا الأمر تريده المؤسسة الإيرانية حتى لا تكون الانتخابات الرئاسية 13 كالانتخابات البرلمانية السابقة بنسبة تصويت 42%، يريد نسبة تصويت أعلى. الأمر الثاني في اعتقادي هو أنه مزيد من التأجيل في الوصول إلى توافق، هذا الأمر وضحه يعني حدد بشكل غير مباشر وزير الخارجية الإيراني في تصريح له واضح، قال بأنه أيها الأوروبيون أيها الأمريكيون تنبهوا قد تأتيكم إدارة متشددة. هو يعرف تماما أن الإدارة المتشددة حتى لو كان من خلفية عسكرية هو بالمحصلة سيكون جزء من المؤسسة السياسية في النظام، ولن يغرد بصوت مختلف عن المؤسسة. ولذلك الكل يريد أن يستثمر وخاصة النظام السياسي في إيران في أن يتم رفع جزء من العقوبات وسيستفيد منه في الانتخابات القادمة. تعقيب قصير لك يا سيد أفقهي على هذه النقطة، ضغط الانتخابات واحتمال أن تأتي الآن إدارة إيرانية غير متحمسة للاتفاق. نعم، كما قال السماحة السيد، نحن لسنا متحمسون ومستعجلون للذهاب إلى طاولة المفاوضات، لأن إيران بدأت تخرج من عنق الزجاجة من خلال توقيع اتفاقيات تاريخية 25 سنة مع الصين و20 سنة مع روسيا ومع الهند والباكستان، وكذلك دخول إيران في منظمات اقتصادية عالية جدا. فغير لسنا مستعجلون، ولكن هذا لا يعني ستفرح أنه لا نطالب بحقوقنا، لأن حقوقنا الآن أواننا أرصدتنا الآن مجمدة بغير حق في البنوك الأوروبية والأمريكية. لن يبقى سباق المفاوضات والتخصيب والعقوبات لا يزال بلا نهاية واضحة. شكرا جزيلا لك من طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وشكر موصول للدكتور محزوب زويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر، وأيضا لتوماس كاونتريمان من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحظر انتشار الأسلحة النووية سابقا ورئيس جمعية الحد من التسلح. والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، تحية طيبة وإلى اللقاء.